يعني. مساء الخير للجميع، مساء الخير للحضور، شكرا لأنكم عن جد نطرتوا معنا، شكرا لصبركم زملاء سكولر، شكرا للجهود لإنجاح مقدمة هذه السهرة الليلة. إن شاء الله نكون عم نعوض لكم بمحتوى جيد وبريء ولائق فيكم ولائق بانتظاركم. مثل ما تعودنا، سكولر على مدى أشهر حرصت أنه تقدم مواضيع ملفتة، غنية، منوعة، تربوية، اجتماعية وغيرها، متوجهة للعديد من أنواع الحضور، تتلبي كل الأذواق وتنشر المعرفة بشتى الطرق. كل ضيف مرق عنا كان له بصمة وكان له أصداء، كان له أفكار، كان له نقاشات، كان له مهارات ونجاحات، تماماً مثل ضيفتنا الليلة اللي حملة مع الألوان والموضة، الفراشات والأقمشة، المسرح والواقع. بنذكر اسمها بنتذكر مع أزياء الفنانين ب On Eagle's Wings Show و Dance with the Stars وغيرها من البرامج اللي صممت أزياء فنانيها. ضيفتنا حائزة على دبلوم الأزياء المسرحية، صاحبة العلامة التجارية Golden Stage، حالياً هي مساعد مصمم أزياء في التلفزيون الإيرلندي RTE ومدربة لتعليم فنون التفصيل والخياطة في The Design House، مالكة لدار أزياء أنيق في مدينة دبلن ومشاركة بالعديد من عروض الأزياء المحلية بإيرلندا. جنان عباس، المصممة العراقية الأنيقة والجميلة قلباً وقالباً، أهلاً وسهلاً فيكي بسكولر الليلة، تفضلي. شكرا جزيلا ليست انتصار على المقدمة الحلوة، وشكرا لسكولر لإتاحة الفرصة أن ألتقي بكم وبالجميع. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية، مساء الخير على الجميع. بس ست جنان، أهلا وسهلا فيك. ممكن إذا فاتحة التليفون تسكري الأكاونت عندك لأنه عم يعمل صدى الميكروفون. كيف؟ ماذا أسمع زين؟ إذا فاتحة الأكاونت عندك على التليفون مع اللابتوب بدك تسكر التليفون حتى ما يعمل صدى. لا لا، التليفون مش مفتوح. أوكي طيب، تفضلي. أوكي، أهلا وسهلا. أهلا بك يا حبيبتي. طبعا ممكن نبدأ بالصفحة الأولى اللي بديت الكتابة، أنه الصورة بألف كلمة. هذه أحد المقولات المأثورة لكاتب ومخرج مسرحي نرويجي. عندما قال هذا الكلمة، القصد أن الصورة ممكن تنقل أفكار عميقة ومعقدة من خلال صورة واحدة ثابتة، وهي تنقل معنى جوهري أكثر فعالية من أن يكون مجرد وصف لفظي. فعليه تكون الأزياء هي حالة مثل السرد القصصي اللي تلعب دور أساسي ومحوري، لأنها تعزز الجوانب المرئية من المسرحية أو حتى قد يكون برنامج تلفزيوني. وقد تمر من أن دون أن يلاحظ المشاهد يعني جودة الزي أو التفاصيل اللي موجودة، لكن يعني تبقى هي مصدر لجذب الجمهور من خلال القصة المسرحية أو الفيلم. شكرا. تمام، كتير حلو. سلايد الثاني. سلايد الآخر، نعم. طبعا دور مصممي الأزياء والإكسسوار هو أن بمجرد أن يقرون السيناريو، وطبعاً باجتماع مع المخرج بحيث ينقل لهم فكرته كيف أن يوصلون النظرة الأخيرة للمشهد أو للأبطال، ومن خلال الترتيب هذا يبدي المصمم بخلق الشخصية من خلال استخدامه، يعني من خلال تصميمه للشخصية أو للدور، يعني المظهر الخارجي وكل ما يتعلق بالسين بالمشهد. نعم. سلايد ثاني لو سمحت. سلايد ثاني، نعم. طبعا أدوات المصمم الناجح هي تعتمد على عدة أشياء، مثلا الموهبة والإبداع هي بالمرتبة الأولى،
بعد ذلك أن ينميها أو أن يدرس بحيث يغطي كل المعلومات، كل المواد الأساسية، هي من رسم الباترون، الفصال والخياطة، التطريز، صناعة الإكسسوارات المعدنية والجلدية، كذلك رسم تفاصيل الشخصية الدرامية لإعطاء رؤية أولية للمخرج وفقاً للسيناريو يعني المتفقين عليه، كذلك دراسة لتاريخ الأزياء المسرحية، فن المكياج وتصفيف الشعر، والمعرفة بأنواع الأقمشة. يأتي بعد ذلك الحرفية، وهي نسيج غني باستخدام كل هذه الألمنت، كل هذه العناصر، للخروج بشرد، للخروج بسرد قصصي رائع للفيلم أو المسرح أو حتى برنامج تلفزيوني. شكراً سارة. سلايد آخر. طبعاً راح تكون في تحديات كثيرة لمصممين الأزياء أو للشركات المنفذة للأزياء لأي عمل فني، سواء المسرح أو التلفزيون الفيلم. فمن هذه التحديات الوقت. الوقت طبعاً جداً جداً ضروري ومهم، لأنه عمل المصمم يعني يكون ما قبل يعني آخر شيء، يعني من يتفقون على الفيلم مثلاً أو المسرحية بتفاصيلها الكتابية، بعدها ينتقلون كيف يصممون هاي الشخصيات من خلال الملابس والإكسسوارات. فلما تلتزم مع عمل فني فلازم تكون تعمل جدول زمني، أن تبدأ بالأزياء، تقسم يعني كيفية أن تكمل بالوقت المناسب وبالعقد، ولازم تكون مطابقة للمضمون الإبداعي وكذلك فترة التسليم. الميزانية وهي أهم أيضاً، تعتبر تحدي آخر. كل ما تكبر الميزانية طبعاً ما راح يكون أي مشكلة، لأن راح طبعاً ممكن أن توظف أكبر عدد ممكن، وبهيش حالة راح تختصر الوقت، وأيضاً بنفس الوقت راح توفر بالمادة. وطبعاً نقدر نشوف فيلم تايتانيك وأفاتار والإمكانيات التي انعملت خلال هذه الأعمال، وكيف لاقت نجاح ويعني رواج خلال فترة عرضها. آخر تحدي وهو الإخفاق في العمل، كاستخدام أدوات أو مواد لا تتماشى وإطار العمل الفني، أو عمل أو عدم الإجادة بتصنيع الأزياء. إذ يجب يعني أن نضع نصب عيننا بأن هناك كاميرا ترصد كل تفاصيل الزي، تفاصيل الشخصية، كذلك المشاهدين لو كان عمل مسرحي راح يكونون هم المنتقد الأول للعمل. طبعاً راح نشوف مجموعة من مصممين الأزياء والمسرح اللي عفواً هذا السلايد. طبعاً هاي أفضل مصممين الأزياء والأفلام المسرح، والتي تعود إلى الغالب ما قبل التسعينات، حيث لم تكن متوفرة كل التقنيات اللي نشوفها في الوقت الحالي. مثلاً المصمم أدريان صمم الأزياء للفيلم الشهير The Wizard of Oz، وهو من أهم المصممين المشاهير في عالم هوليوود. صمم هذا الأزياء لهذا الفيلم سنة 1939، وكان هو بالأول عرض مسرحي قبل أن يتم إنتاجه كفيلم. كالي أورلي أند هنري سكينبرت، اثنينهم عملوا على تصميم أزياء فيلم Some Like It Hot سنة 1959، وصمموا الاثنين هذا الفيلم سنة 1959، والدور أحداثه بال 1920. كانت طبعاً أزياء كلش حلوة وجميلة، أحبها الجمهور لأن كانوا الأبطال رجال وتقمصوا أدوار نسائية،
وكذلك أزياء مارلين مونرو كانت في غاية الجمال وتعتبر من الأيقونات للأزياء ليومنا هذا. السلايد الآخر. طبعاً أوري كيلي أيضاً فاز بثلاث جوائز أوسكار وتعتبر أزياء علامة فارقة في هوليوود والموضة حول العالم. من أعماله An American in Paris, Lost Girls و Gypsies. وأخيراً جون مولي حاز هذا المصمم على جائزة الأوسكار بأفلامه في حرب النجوم، وكانت أزياء هذا الفيلم انطلاقة لكل أزياء الفضاء والخيال العلمي كأليان كذلك The Empire و Star Wars اللي بعدها. طبعاً تطور الزي المسرحي مما لا يدع للشك أنه حدوث الثورة الصناعية وتأثيراتها على النمو الاقتصادي والاجتماعي بكل مجالات الحياة كان إلى أثر البالغ في تطور أنواع الأقمشة، حيث تعد هي المادة الأساسية في تصنيع الزي. مثلاً أوجدوا خيوط النايلون كذلك خيوط البوليستر وهي كلها صناعية، ونظراً لمثل ما ذكرنا يعني الثورة الصناعية ظهور المكننة المصانع والمعامل، فقدروا أن يجدون المماثل أو حتى الأفضل من الأقمشة، فصارت بسهولة إيجاد كل أنواع الأقمشة اللي تغني جمالية الزي المسرحي كقماش الستان اللماع كذلك الأقمشة الفسفورية الضوئية الفلورسنت أو الفرو أو الجلد الصناعي كذلك الخيوط الذهبية من مادة اللوركس وكل هاي الأنواع كل أنواع الأقمشة الصناعية، في حين قبل وجودها كان يقتصر تصنيع الزي على الموجود من الأقمشة الطبيعية الغالية الصنع ولم تكن بالتنوع الحالي. وكذلك لتطور الحياة ومثل ما ذكرنا الاجتماعية والاقتصادية خلت الكاتب المسرحي يطرق الأمور عصرية في كتابة النص، كذلك الرؤية الخيالية للمخرج واختيار أزياء مستوحاة من عالم الفضاء والخيال، كذلك التنافس الشديد يخلي الجميع يجعل الجميع أن يقدمون أفضل ما عندهم. شكرا جزيلا. شكرا كثير أستاذة جنان على هذه لتسي كيف منضوي على التاريخ المسرحي أو الأزياء المسرحية على التطور باختيار الأقمشة والستايلز. حبيت كثير كيف طرحت الأفلام اللي مشهورة ويمكن انشهرت من وراء الأزياء اللي تم اختيارها، بس الناس ما عرفت إنه الأزياء لعبت دور. علق بذكرت تايتانيك والتياب والفخامة اللي قدموها، حتى تصميم تياب الفقراء بهذا الفيلم كمان كان أخذ منهم شغل كتير واختيار عالي بتقنية عالية للأقمشة والألوان. thank you كتير لهذا الطرح. قبل ما نبلش بديسكشن مع الحضور في كم سؤال هيك خطروا ببالي بحب اتناقش أنا وياك فيهم. جاهزة؟ تفضلي. أوكي. أنا من الناس اللي بتحب الموضة يعني وبتتابع، يمكن في أمور تاريخية مشتركة. من فترة كنت عم شوف افتتاحية معرض بموسكو عمل ب 4 حزيران 2019 تحت عنوان The Innovative Custom of the 21st Century، وكان عنوانه الفردي The Next Generation. هو نفسه هذا المعرض انعمل بUSA وبولندا وبتشاينا، وكان عنوانه الدائم الأزياء بعودة القرن أو New Millennium من سنة 1990 ل 2015. هو ذاته بكارديف كمان انعمل وتم الاحتفال فيه بحفاوي بال 2018. وقتها كتير مصممين من مختلف الدول اجوا وطرحوا أفكارهم، كان فيها ثورة عصرية هاي الأفكار وألوان مختلفة، وكأنهم عم بيجهزوا لذهنية جديدة بتصميم الأزياء خاصة الأزياء المسرحية. وقتها نقول ذهنية جديدة للمسرح يعني ذهنية جديدة للنص، ذهنية جديدة للحضور للأودينس، ذهنية جديدة للأداء، وحتى ذهنية جديدة لتصميم الأزياء والإكسسوار. برأيك
بالقرن 21 كيف ممكن يكون تصميم الحديث للأزياء المسرحية؟ شو ممكن الأفكار اللي ممكن تنطرح على الأزياء المسرحية؟ شو بتقولي؟ طبعاً تبقى أفكار المصمم هي رهن السيناريو المكتوب. يعني مثلاً المصمم راح يأخذ أفكار أو رؤية المخرج كيف يريد أن يطرقها مثلاً بالمتوفر عنده من المواد المستخدمة لهذا التصنيع أو لهذا المنتج. أنا دائماً أستخدم فيلم أفاتار على سبيل المثال. لو يعني اللي شاهد الفيلم وخاصة فقرة هاي مثل الفراشات أو التنين الطائر، يعني لو تشوفين ركزوا على موضوع الأجنحة وجمالها، وهي صورة للطبيعة اللي انعمل بها هذا الفيلم أو اللي تصور بها هذا الفيلم. فهو بالأول والأخير يبقى عمل متكامل بين رؤية المخرج، كذلك رؤية الكاتب والمصمم، المواد المتاحة. وفي هذا الوقت حالياً يعني ما أعتقد أكو شيء يعني غير متاح لأن نصل لفكرة معينة نحاكي بها خيال الجمهور أو المشاهد. فالمستقبل يعني بالكثير من المفاجآت اللي أنا ما راح نتوقعها. صحيح. يعني نعم. أنا بتذكر الصور اللي شفتها من هذا المعرض شيء خيالي، يعني جمعين التراث وجمعين الطبيعة والألوان الفسفورية، جمعين الشلد ونوعية أقمش كتير مختلفة. بنفس المعرض كمان سلطوا، يعني حولوا هذا المعرض لثقافة لإدوكيشن، وطرحوا كتير أفكار هي بتعتبر أفكار بالتنمية البشرية أو بتحديث المايندسيت، مثل عدم التمييز العنصري، عدم التفرقة بين الميل والفيميل، نشروا الوعي للبيئة والمحافظة على المخلوقات، وحتى بنفس المعرض حكوا عن الإصلاح الاقتصادي والسياسي بمجموعة تابلويات بالأزياء. يعني كأن صار تصميم الأزياء المسرحي مثل بلاتفورم ليعلم، بلاتفورم ليطلع بأفكار جديدة أو مفردات جديدة. يعني كأنهم عم بيطلعوا مجموعة كلمات ومفردات وفوكابيولاري تيرمز خاصة بتصميم الأزياء بهذا القرن يلي هو متوجه كتير ديجيتال، كتير تكنولوجي. مثلا من زمان كنا نسمع نحن أزياء شكسبيرية أو أزياء فيكتورية. شو برأيك ممكن يطلع عنا مفردات هلا بالقرن 21؟ طبعا هذا السؤال حلو. تبقى الأزياء يعني تعكس المراحل تطورها وفي أي عصر كانت. يعني مثل ما ذكرتي الأزياء الفيكتوريان إيرا، كذلك الإليزابيثيان، إدوارديان، الفنتج، بعدها الفلابرز. يعني تسمت هذه الأزياء وفقا للمراحل اللي ظهرت فيها وتطورت فيها. كذلك لو تلاحظين كل هاي الأيقونات من الأزياء بدت مع اكتشافهم أو معرفتهم بأقمشة البوليستر. يعني مثلاً هاي الشيفونات، الدانتيلات، هاي كلها يعني تعمل أزياء رقيقة وجميلة تعكس المضمون، يعني المضمون الفني أو الخيالي. يعني مثلا من تريدين تعملين فد يعني كطائر او فراشه، فراح تستخدمين اقمشه تناسب الفكره. مظبوط. فطبعا الموجود حاليا وبالتنوع راح يغني هذه الافكار. كذلك تبقى الاقمشه تسمى بمصادرها الاصليه، يعني منشاها الاصلي. يعني مثلاً الأقمشة الجاكوردية الإيطالية، وهم طبعاً الإيطاليين يعتزون كونهم أصحاب العصر النهضة بكل إبداعاتهم الفنية والثقافية والاجتماعية.
مثلا عندك أقمشة الحرير الصيني أو المطرزات الهندية، يعني مثل ما نقول يعني صارت هي أيقونات، أي تداخل بيناتها في الوقت الحالي راح يعطيها الجمالية، بس ما راح يعني ما راح يسحب من عداء اسمها الأولي. صحيح، بتضل على تقله وعلى غناها. لفت لي نظري اسم أقمشة جاكوار، هون يمكن جماعة حماية حقوق الحيوان بيتدخلوا بيقولوا لازم نستخدم الارتفيشال برينت، ما نستخدم نعم أبدا جلد الحيوان الطبيعي لأنه هن قريب أنه ينقرضوا ولازم نكون عم نحميهم أكثر. ثانك يو نعم للشرح المفسر عن جد. آخر سؤال بوعدك ما بقى في غير سؤال، لا تفضلي. كمان اجى على بالي من فتره باحد المسلسلات اللبنانيه عنا، كان هو تمثيل وانتاج عربي مشترك، في بطله قامت بتمثيل كل هذا المسلسل، يعني عباره عن شيء 40 حلقه، كل المسلسل بنفس الثياب وبنفس اللوك بنفس الوجه الطبيعي القروي من دون ما تغير حتى ثيابها او اللوك اللي لها. لما انسالت من الحضور، بتعرفي نحن كثير بندقق بهي التفاصيل، الجمهور تبعها سالها انه ليه ضليتي بنفس الثياب بنفس اللوك، قالت انه بدي بين البساطه والفقر والعوز اللي كان المسلسل عم بحاول يعكسه. تخيلي هذا الشيء اذا صار بعمل مسرحي مثلا، هل تعتبريه نقطه قوه ولا نقطه ضعف؟ يعني هو لا بأس استخدام أزياء بسيطة حتى تبين الفقر، لكن أنه يكون repeatedly يعني هذا أعتبره ضعف للعمل الفني. يعني مو يعني بالضبط إذا كان نفس الزي ونفس التسريحة هذا ما راح يشد المشاهد صحيح أن يبقى يتابع مثلاً، أو أنه الأجواء كلها تتغير حول هذه الشخصية وتبقى هي ملازمة حالة واحدة، فأنا أعتبر هذا ضعف للعمل، يعني هذا رأيي. وخاصة إذا كان عمل مسرحي لايف بيبقى المشاهد أو الأودينس متحمس للسين الثاني ليشوف كيف الألوان رح طبعا تتغير. طبعا، لأن مثل ما قلنا الصورة هي اللي شد جذب المشاهد، فلما تكون نفس الإيقاع فراح تفقد يعني المتعة، يعني أو متعة المشاهدة. مظبوط مظبوط، ثانك يو. لازم في excitement يعني حتى نخلي المشاهد يعني engaged، مربوط بال يعني مع سوري يعني يبقى متواصل في مشاهدة العمل المسرحي أو الفيلم. يعني هي منظر المونوتونس على طول على نفس الوتيره بملل وما بيعطي ابدا طبعا يخلق تقدم، او ملل. حتى حتى ما بيوحي فيه ابداع، الكرياتيفيتي بتبين انها كثير متدنيه. لو كان في موضوع فقر او عوز فيها حلو يكون في تنوع مثل ما تفضلتي، انه حسب السيتنج وحسب الحدث وحسب الحوار كمان. ثانك يو كثير طبعا للاسراف بالشرح، ان شاء الله ما اكون طولت عليكي. جاهزين هلأ ناخد أسئلة من الحضور؟ عنا كتار رافعين إيدهم كأن. دكتور عبد الرحمن. اي نعم سيد. دكتور مصطفى عنده سؤال اعتقد، رافع ايده. دكتور مصطفى افتح المايك من عندك. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. استاذ مصطفى، استاذ مصطفى احمد رجب من الجامعة التقنية الوسطى ومدير منتدى التنمية المستدامة الثانية تابع للشبكة السعودية. الله يسلمك. حضرتك طبعا بالبداية جدا نشكر حضرتك ومؤسسة سكولر على هذه انتقاء المواضيع الراقية. حضرتك قلتي تطرقتي إلى مسألة الأزياء. احنا قبل عشرات السنين اكو تقنية يسموها تقنية النانو تكنولوجي، واللي قبل تقريبا اكثر من 5 سنوات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قامت بتصميم بدلة، وهذه البدلة هي شفافة، صممتها للمارينز جنود الأمريكان بحيث من يلبسها يختفي. وطبعا أيضا كانت هناك عدة اختراعات في مجال بأنه السبراي نترش على يتم رش على الأجزاء
تبدي بعد فترة من تيا بس يبدي يختفي. فسؤالي هنا ومداخلتي، هل تم يعني أخذ هذه الأمور التكنولوجيا بنظر الاعتبار في تصميم بعض الأجزاء الأزياء اللي ممكن أن تستخدموها في مسرح معين، في فيلم أكشن، في أمور أخرى؟ شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. شكرا لك. طبعا هاي الأزياء أو بالأحرى الملابس اللي حضرتك ذكرتها، حسب ما سمعت الصوت لأن الصوت شوي ارتد، هذه يعني نوعية هاي الأقمشة لتصنيع هاي الملابس راح تكون جدا مكلفة، فهي بالضبط صممت حتى تخدم الغرض اللي صممت على لأجلهم اللي هم الجنود أو بالمجال العسكري. فمن تريد تعمل تصميم للتلفزيون أو المسرح ما تحتاج أن تصرف هذه الإمكانية على نوعية هذه الأقمشة، لأن حتى نوعية هذه الأقمشة ممكن قد يكون لها نوع معين من المكائن اللي تشتغل يعني تخيطها. بالإضافة هواي أمور مثلاً التكنولوجيا الحديثة يعني ممكن يعملون السبيشال إفكت على الكمبيوتر وما يحتاجون مثلاً أن يستخدمون هاي النوعية البارة التكليف من الأقمشة أو من هاي النوعية من الملابس. عظيم عظيم. نأخذ سؤال تاني من عند دكتور علي الحمداني. طبعاً الصوت يرد علي فصعوبة قاعد أفهم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام. عليك السلام. عذراً ممكن الكاميرا أفتح يعني؟ اللي بيريحك. لا هي ما داي تجيني من ال... براحتك دكتور، تقدر تفتحها دكتور علي. دكتور افتحت بس من يم يمكم هي انغلقت من ال... جرب هاي السمرة ثانية خليها مفتوحة. تمام. هسه اي شكرا جزيلا. مساء الخير، مساء الحب والفن والجمال الى مساء النور المشتغلين في هذه المنصه المباركه، وشكرا للسيده الباحثه التي القت محاضره فنيه جماليه مختصره حقيقه. نعم. انا دكتور علي الحمداني من كليه الفنون الجميله في جامعه البصره. اهلا وسهلا. تخصصي فنون مسرحية، وحقيقة أتابع هذه النشاطات بشغف واهتمام. تفضلت الست الباحثة حتى أختصر الوقت بالإشارة إلى الأزياء وارتباطها بالمسرح بشكل مختصر جدا، يعني هي أعتقد اختصاصها المباشر تصميم أزياء أو مصممات أزياء، فكانت الإشارة خجولة إلى المسرح. ويعني لدي ملاحظة صغيرة هي ربما إجرائية، عرض المحاضرة بالشرائح على الشاشة يضعف المتابعة. نحن نتمنى إن شاء الله المحاضرات القادمة ربما بعض الصور كذا توضيحية ممكن، لكن المحاضرة بحد ذاتها من تعرض أنا كمشاهد أتابع أبدي أقرأ، فيصير أكو يعني كات بيني وبين البحث. شكراً لهذه النقطة، بس تعرف مرات كتير تقنياً مش كل الناس تتمتع بنفس النظرة أو أو التقييم. نحن نختار كمان يكون في أسطر. نعم. تحية. نعم. في ناس هي وجهة نظر. نعم. على راسي كلك ذوق عن جد. نعم. أخذ بعين الاعتبار. ست الباحثة يعني إحنا عرفنا يعني نعرف إنه تاريخ الأزياء تاريخ طويل، وبدأت من عصور المسرح اليوناني القديمة ثم العصور الوسطى ثم إلى قبل مننجين، يعني كانت يعني مرحلة يسموها مرحلة النجم، الفنان النجم، يعني أن النجم هذا يأتي بملابسه الشخصية ويحضر إلى العرض، وبذلك كان هنالك تفاوت كبير ليس على أساس الدوافع الدرامية للشخصية، لا، وإنما لأنه نجم يجب أن يقف في المنتصف وأجمل ملابس يرتديها في هذه الليلة. أنا سؤالي متى بدأت فلسفة الأزياء، يعني فكرة فلسفة الأزياء كمفهوم فني درامي يتبع الشخصية ويتبع ظروف الشخصية، كبيرة سن صغيرة، ملوكية، من فقراء الناس وكذا، هل هنالك تاريخ محدد لحضرتكم؟ هذا أتمنى الإجابة عليه، وشكرا جزيلا لحضرتك. تسلم. شكرا.
طبعا شكرا جزيلا على حضورك وكذلك رأيك. بالضبط مثل ما تفضلت حضرتك، هو تاريخ الأزياء تاريخ يعني يمتد إلى حضارات عريقة وقديمة جدا. أي بالضبط للإجابة على هذا السؤال، أعتقد أنه بدت الأزياء أنه تعطي كل صور الشخصية مع بداية ظهور السينما، لأنه راح يصير يعني اتصال مباشر يعني بين الكاميرا والزي مثلاً. خلينا نقول الشخصية راح تشوفها بعدة أوجه وقريبة راح تكون من المشاهد، يعني مو مثل المسرح. بالمسرح ممكن يعني تحدث بعض الأخطاء، ممكن ما يصير يعني يعني ما راح تكون النظرة مثل المشاهدة مثل مشاهدة الفيلم. فأعتقد مع وجود السينما وبداية السينما تعزز دور مصمم الأزياء، لأنه راح يعني راح يخلق لك كل الشخصيات في كل المشاهد على مدار يعني فترة الفيلم. شكرا جزيلا ست، شكرا جزيلا. احنا بنستفيد من وجودكم سوا ست جنان والدكتور علي من بعد اسمك. شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي نزور العراق ونشوفكم. شرفونا، اهلا وسهلا. وشكرا لملاحظاتك دكتور. الله يخليك دكتور علي. ممكن تضلك معنا شوي بما انه حضرتك قلت لي اختصاص مسرح وفنون، وست جنان بتكمل النصوص المسرحيه بازياء. For example خلينا ناخد مثلا هاملت أو روميو وجولييت، بتنعرض على مدى القرون، يعني من لما انكتبت مع شكسبير لهلأ نحضرها بنفس الأشياء بنفس الشغف بنفس الحب للأدب. برأيكم سوا الأساتذة الكرام إنه إذا انعرضت هلأ روميو وجولييت أو هاملت بالقرن 21 بأزياء مختلفة بأزياء العصرية تبعت القرن 21، هل يا ترى توفي بغرض الدراما تبعها أو برأيك هيتغير كتير من المحيط تبعها؟ بالضبط، هذا سؤال رائع يعني وجميل يعني متداول. يا سيدتي العزيزة، هو يعني احنا عندنا في الفن المسرحي هنالك مخرج مسرحي، والمخرج المسرحي يتمتع برؤية فنية وجمالية. كثير من المخرجين ينطلق من مفهوم الزي، فلسفة مفهوم الزي المسرحي على أفق رؤيته. يعني مثلا عندنا برتولد بريخت المخرج الألماني الشهير معروف، ألبس هاملت ثياب عسكرية، ثياب رجل عائد من الجبهة على أفق نظرته هو، رؤيته الإخراجية. أي بمعنى لم يلتزم بالدقة التاريخية كما هي معروفة، يعني كما أرادها شكسبير إنه هاملت يلبس الملابس السوداء العريضة كذا جورباه يتدليان يعني كما في الحوارات هاملت المعروفة. أنا مثلا أنا شخصيا أخرجت في سنة 1999 مسرحية هاملت، ألبست حبيبته أوفيليا في النص المسرحي الذي اشتغلت عليه، ألبست حبيبته أوفيليا ملابس امرأة عراقية من الجنوب، يعني ليست أوفيليا المعروفة في النص المسرحي، وإنما لماذا؟ لأن رؤيتي الإخراجية كانت في وقتها بالتسعة وتسعين تريد أن توضح فكرة جمالية ما، وألبست هاملت ملابس شخص من العراق وبالذات من الجنوب، لأنكم حضراتكم تعرفون في فترة هذه الفترة كان هنالك يعني بالتسعة وتسعين كان هنالك ظرف سياسي واجتماعي معين في العراق، فألبسته ملابس مدينتي وكذلك الأوفيليا. فإذا أنا قلت فلسفة الأزياء تخضع لرؤية المخرج. رؤية المخرج ماذا يريد أن يسقطه؟ قسم يخرجه طالب جامعي ملابس طالب جامعي، قسم يخرجه يلبس ملابس كما قلت برخت ألبسه ملابس عسكرية، وآخرون هكذا هكذا. ثم يعني حتى العمر أحيانا يعني لا يمكن أنا الآن أن أمثل دور هاملت يعني لأنه شاب جامعي يعني إلا بعد المكياج طبعا. هكذا هو الأمر سكسارة، هكذا هو الأمر. شكرا جزيلا.
بحب تضيف شيء ست جنان قبل ما اعطيك؟ لا والله الدكتور قال كل الكلام بالضبط. هو بالاخير الازياء تبقى وفق رؤيه المخرج، فلو كان ان يعملها بطريقه عصرية أو يخليها بالفترة اللي ظهرت بها هاي القصة، يعني قد تكون أزياء تاريخية، يعني يعتمد على رؤيتها وكذلك الوضع في الفترة اللي تعرض فيها هاي المسرحية، مثلا شنو طلب الجمهور أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، يعني عدة أمور تخضع. هيدا كان بدي أسألك إياه، أنه هل يا ترى المخرجين ومصممي الأزياء بيعملوا مسح أراء قبل ما يعملوا ويصمموا ليشوفوا for example الجمهور والسوق شو بحب شو بحب يشوف؟ لأنه مرات بيكون في تصاميم كتير بعيدة وبيدفعوا كتير مصاري عليها فبيفشل العمل فجأة، منقول إنه ما لقى نجاح. إنه شو بتقولوا؟ صحيح. طبعاً المخرج ومصممين الأزياء من يرتون يعني يطلعون برؤية معينة، أو المخرج يطلع برؤية معينة، لازم تحاكي الشارع، يعني لازم تحاكي المجتمع، لأن هم الجمهور. صحيح صحيح صحيح. في عملهم وهم اللي راح يكونون متلقين وينتقدون العمل. تسمحي لي ست سارة بس توضيح بسيط، يعني إضافة صغيرة. حقيقة هذا سؤال كلش مهم وذكي، يعني بين المرسل اللي هو المخرج وكادر العمل وبين الجمهور. أنا حقيقة أصدرت كتاب، هذا كتاب اسمه التواصلية في أداء المرسل. فتحنا لك بلاتفورم بيزنس يا دكتور. يعني هذا بصراحة تناولت بي قضية كلش مهمة. قلت إنه مثلاً المخرج الذي يعرض في مدينتي، أنا من البصرة من العراق، وعنده عمل مسرحي، لابد أن يفكر في الجمهور، الجمهور المتلقي، مو مثل ما أنا أريد أعرض مثلا مسرحية في القاهرة، أو أعرض مسرحية في بيروت، أو أعرض مسرحية في باريس. ليش؟ لابد أن أخذ بعين الاعتبار المتلقي، الجمهور المتلقي لما أريد أن أعرضه له، من ناحية اللغة، من ناحية الإشارة، من ناحية الدلالة الفكرية، من ناحية حتى الدلالة الفكرية. يعني أنا مثلاً أروح إلى 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 مجتمع ملتزم دينياً وأعرض له مسائل غير ملتزمة، لا يستقبلها الجمهور، صح؟ وكذلك اللغة والإشارات. يعني الآن إحنا عندنا المسرح الهندي بحدود 8000 إشارة. أنا عندما أجيب هذا المسرح إلى جمهور غير متعلم غير قارئ، يعني ناس بسطاء يفهم شيء؟ مستحيل. فإذا وضع المتلقي في عين الاعتبار ودراسته قبليا قضية جدا مهمة، جدا مهمة، يجب أن نوليها اهتمامها. وهذا أكثر شيء يروح إلى مسرح الطفل اللي الآن ربما ما تسمح الفرصة أن نتكلم به. بالمناسبة عندي كتاب أيضا عن مسرح الطفل. حلو، إن شاء الله بيصير لنا مجال نتواصل عن جد ونعمل لقاء سوا. هلا برجع بحكي معك بعد ما نخلص إن الله راد. سؤال من متابعينا بعد إذنك ست جنان. شكرا دكتور علي لهالمداخلة، أشكرك، الله يخليك، أغنيت الجلسة. شكرا لك. شكرا سارة. ست جنان من اليوتيوب، في حدا اسمه إبانو علاء أو something، يعني حدا اسمه علاء عم يسأل هل العمل في مجال التصاميم تفرض شروط على المصمم أم لا؟ وهل يستند تصميم الأزياء على أفكار المصمم فقط أو يتدخل المسرح في ذلك؟ يعني كأنه جوابني على، بس بحب هو يأخذ الجواب بحصر لإله. ممكن؟ سارة ممكن بس تعيدين السؤال لو سمحت لأن بالصوت. أوكي، هو مقسوم لأسمين، رح أعطيك إياه على مرحلتين. هل العمل في مجال التصاميم تفرض شروط على المصمم أو لا؟ يعني المصمم بياخد راحته كليا هو عم بيصمم، ولا في شيء بالمجال التصميم بيفرض عليه انه يمشي فاشن معينه او يمشي الوان معينه، ولا هو بحط بصمته بحط ذوقه بحط تطلعاته؟ اي ممكن، يعني ممكن تطلعاته او بصمته بالزي، يعني مثلا على سبيل المثال. نعم. المخرج لما يعطي فكره معينه فهو ما عنده أي إمكانية، هو فقط يقول يعني كلامي يوصف اللي يريده، فبعد ذلك راح يجي دور المصمم في أن يعمل سكتشات، يعني رسومات أولية. بعد الرسومات الأولية راح طبعاً راح
الرسم يرسم بشكل الشخصية شيئا فشيئا إلى أن يوصلون للرؤية النهائية. فطبعا التصميم الأخير ما أعتقد في مشكلة لإنجازه، لأن مثل ما ذكرت الآن إحنا في هذا الوقت كل شيء متاح، الإمكانات، فماكو أي عوائق يعني. والشيء اللي صعب اللي يصير يعني صعب أثناء التنفيذ مثلا ممكن بال يعني الكمبيوتر، مهندسين يعني هذه البرامج يقدرون يضيفون هاي الإضافات السبيشال إفكت حتى يكملون الصورة. صحيح صحيح. هلأ صار التصميم أسهل يعني، ما عادش كتير يعتمد على الرسم أو مثلا نظرة الشخص بالخطوط وبالقياسات، التصميم الرقمي كتير بيساعد وكتير بيخفف. طبعا. هلأ الشطر الثاني من السؤال بيقول إنه التصميم الأزياء بيتدخل فيه المسرح؟ تصميم الأزياء كيف؟ إنه بيتدخل فيه بيغيروا المسرح؟ ما أفهم السؤال، يعني تصميم الأزياء يتدخل بعمل المسرح؟ المقصود حسب ما فهمت من السؤال إنه هل يا ترى المسرح أداء ونصه ممكن يغير بطريقة تصميم الأزياء؟ مو يعني مو القصد يغير بتصميم الأزياء، لكن يعني هو مثل ما قلت عمل متكامل. يعني العمل المسرحي راح تعملين الشخصيات حتى تحاكي القصة. صحيح. فهذا اللي يعني فهمته من سؤاله. أوكي عظيم. شو ممكن تنصحي الشباب والصبايا اللي بحبوا ينخرطوا بعمل مجال تصميم الأزياء؟ شو نصيحتك لإلهم؟ هي عدة أمور، مثلاً دراسة تاريخ المسرح، أزياء المسرح، طبعاً هذا شيء جداً مهم لأن راح يعطي كل الأفكار، القصات، الأزياء اللي تواكب حقب معينة مهمة مع شخصيات تاريخية. هذا مثلاً جانب. الجانب الآخر أن يعني تكون عندهم إمكانية أنه يعرفون كيفية تصميم قطع الباترون، خياطتها، التطريز. مو بالضرورة يكونون بروفيشنال بكل هاي المسميات، لكن تكون عندهم فكرة، تكون عندهم فكرة في أن يحصلون على الجيد من هذه الأمور. لطالما مثلاً بالمستقبل ممكن أن يشتغلون ضمن شركة وراح يسند لهم دور معين، يعني في قسم معين قد يكون عمل الباترون أو الخياطة أو التطريز مثل ما ذكرنا أو السكتشنج مثلاً الرسم. أو يعني هو بالأخير عمل متكامل وحسب يعني حجم العمل. إذا كان طبعاً عمل كبير فهذا راح يسند إلى شركات هي اللي راح تنظم يكون المسؤولين عليها، يعني مصمم أزياء أول وبعدها مساعد مصمم وهكذا، يعني مثل يعني مجموعة مترابطة لإنجاز عمل معين. حلو. وهو العمل الدؤوب والاستمرارية يعني بالعمل بالبراكتس بكل هاي المجالات. حلو كتير. آخر سؤال من عندي لإلك، تعبتك كتير اليوم بعرف. لا لا. أنا كتير بحب الفاشن وكتير بتابع أمور يعني، فاتفقنا اليوم. حضرتك بتصممي أزياء تلفزيون صح؟ يلي هي بالنهاية ستيج يعني مسرح. عندك نعم. كامل الحرية؟ كيف؟ عندك كامل الحرية بس تصممي، ولا المذيعين والمذيعات بيقولوا لك بدنا شيء معين؟ عشو بتعتمدي بتصميمك لألون؟ أوكي. يعني مثلاً أذكر لك كان في برنامج عملناه وكان الثيم The Mermaid، أفلام يعني قصة أفلام كارتون. فعملنا أول لوك اللي هي لشخصية اللابستر، هذا سرطان البحر، هاي قصة ميرميد. أي. ف
مقدم البرنامج طبعا رفض الفكرة بالأول، شافها ما تناسب، يعني ما تناسب الحركة، لأن راح يكون يعني عرض راقص، فلا لازم يكون يعني خاصة الأديان تكون تقريبا ثلاث يعني هاي المقاصات بكل الجانبين. فرجعنا عندنا التصميم مرة أخرى، فلازم نعمل الشيلز اللي تصير بالباك الأديان. فكان يعني أخذنا وقت وكان بناء إلى أن وصلنا للشخصية اللي تخدم الشو، يعني العرض التلفزيوني، وتناسب تنقلاته، لأنه كان برنامج أطفال وفي رقص ويعني يتحركون على المسرح، وكذلك الألوان والسيكونس يعني على السبيشال إفكت. فأخذنا وقت إلى أن عملنا هذه الشخصية. بعض الأمور اللي أنا مثلاً أكون مسؤولة عنها، يعني لما نعمل يعني التصميم ممكن يعني يقولوا لي التصميم بريفلي يعني كلام، فأني أروح أعمل مجموعة أفكار وأقدمها. فأكيد يعني طبعاً الاختيار راح يكون أحد الترتيبات اللي سويتها، يعني أن يخيط مثلاً الشيلز، هذا كان الموضوع يتعلق بالصدفة، فعملت نوعيتين صدف حتى أن يختارون وحدة، وبالفعل يعني تم الاختيار نوعية معينة من الصدف، عملناها طبعاً من القماش والقطن والوايرات يعني حتى نعطيها الشكل، والحمد لله نجحت الفكرة وموجودة الصورة بالإنستغرام. حلو. للي يحب يشوفها. اعطينا موقعك على الإنستا، بلكي حدا من الحضور بحب يتابع، بحب يعرف أكثر عن نشاط. إن شاء الله إن شاء الله نشوف شلون نرتبها ونخلي العنوان إن شاء الله. عظيم كتير، عظيم كتير. بعد في شيء أسئلة دكتور عبد الرحمن، دكتور مراد، في عنا أسئلة شيء من اليوتيوب؟ لا ست سارة خلاص ماكو أسئلة على اليوتيوب. أوكي تمام. إذا أمكن سؤال، إذا أمكن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. تفضلي. شكرا لهذه يعني المحاضرة الرائعة أو أكثر من رائعة. شكرا. يعني كل يعني الكل يحبون هذا المجال. معكم دكتورة إيمان الخفاجي، جامعة بغداد، كلية التربية، رئيسة جمعية المشكات الثقافية للتراث والحضارة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا وسهلا. أهلا بيكم، الله يخليكم. طبعا أنا عندي كلش هواية بأنه للطفل نحاول بأن نثقفه من خلال المسرح ومن خلال الملابس. يعني شلون أعلم مثلا الحضارات اللي وجدت على سطح الكرة الأرضية من بدايتها إلى الآن؟ فسؤالي إلى السيدة جنان، السيد جنان، هل طرقت إلى أذهانك في يوم من الأيام بأنه تقدمين للطفل مثلا الحضارات بتسلسلها أو الأزياء التاريخية القديمة البابلية الآشورية الأكدية وما إليه، يعني على حضارة العراق سومر أو حضارة المصرية، الحضارة المصرية أو الحضارات الأخرى؟ شكرا جزيلا. شكرا. أهلا وسهلا حضرتك. طبعا سؤالك كلش حلو جميل، وهو بالفعل موجودة هذه الأفكار هنا، يعني مثلا من حيث أنا أقيم في إيرلندا في دبلن دائماً تصير فعاليات بالمدارس، وأيضاً شاركت بهاي الأمور، فتصير مثلاً يعكسون حقبة معينة مثلاً على تاريخهم، يعني هم هنا الأيرش الإيرلنديين عندهم زي التارتن يسموه مثل التنورات الاسكوتش الاسكتلندية، بس طبعاً مو تنورة، يعني هو الزي مالتهم. نعم. وعليه الرسومات الكلتيك اللي تعكس الكلتشر، يعني الكلتشر الإيرلندي.
فطبعا أنا أتمنى يعني لو أنا كنت بالعراق أكيد طبعا راح نعمل برامج للأطفال، يعني مسرحية نسرد لهم كل هذه الحضارات، يعني مو بالضرورة يعني فترة معينة، ممكن يعني مثل فكرة الأوبريت وبالتوالي يعني وبفكرة معينة يعني غنائية الأطفال يبدون يظهرون على المسرح يعكسون كل فترة بأزياء بسيطة، مو بالضرورة تكون يعني فخمة جدا، لكن هي يعني بيها نوع من الرمزية لحضارة سومر وبابل وكل هاي الحضارات العريقة وكل صور العراق يعني. نعم أحسنتم، شكرا لينا. شكرا بس أستاذ جنان، بعد في سؤال من يوتيوب فينا نجاوب عليه؟ تفضلي. إيه في وقت. بيقول شو هو الفرق بين الأزياء الاستعراضية والأزياء المسرحية؟ أوكي أنا حبيت السؤال هيك فكرت فيه كمان. كيف سارة؟ أنا حبيت هذا السؤال فكرت فيه كمان فيه. حبيبتي هو حلو. الأزياء المسرحية يعني ممكن أيضا أو بالأحرى الأزياء المسرحية هي أما تكون تاريخية أو عصرية، يعني ما راح يكون بيها شورس مثلا، بس الأزياء الراقصة طبعا حسب الفكرة، يعني مثلا هنا في إيرلندا عندهم الرقص الإيرلندي، وأتمنى يعني أن تشاهدوا لو بس تبوا على اليوتيوب وتشوفوا، هو كله يعني برجليهم يعملون أصوات ويعني بإيقاع ورذم جدا جميل. قبل كانت الأزياء مثلاً طويلة وبها هاي المطرزات الكلتك التاريخية، الآن عملوها بأسلوب خفيف حتى تناسب حركة الراقص أو الراقصة. نعم. تكون الألوان مبهجة وكمية كبيرة من الألوان طبعاً المطرزات وخفيفة حتى بالتنقل والقفز والرقص، يعني ما تكون عبء أثناء الحركة. نعم. شكراً كثير. لحد هلأ ما بقى في عنا أسئلة، تعبناك كثير اليوم. ممكن إضافة؟ السلام عليكم، ممكن إضافة السؤال؟ تفضل، أهلاً وسهلاً. يعني يا ريت نرفع إيدنا بس لناخد بس مقدمة بسيطة لكم. تفضل. السلام عليكم. عليك السلام. وعليكم. مين معنا؟ تفضل عرف عن حالك. معكم دكتور عباس. معكم دكتور عباس، جامعة البصرة، مركز دراسات البصرة، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، تخصص لسانيات. على وجه السرعة أشكر زميلنا وأخينا دكتور مراد على إقامة هذه الدورة، وأشكر المقدمة رئيسة الجلسة والأستاذة الجميلة والرائعة في أدائها السجنان. وأود أن أقول أنا انطلاقا من اختصاصي كلغة، أقول عندما نقول لغة هناك لدينا لغتان، لغة الكلام أو اللغة المنطوقة واللغة الصامتة. اللغة المنطوقة هي عبارة عن ألفاظ، قد تكون ألفاظ عربية أو أي ألفاظ من لغات العالم المعروفة. أما اللغة الصامتة فهي قد دكتور عباس راح صوتك ما هي صامتة، يعني لازم يكون صامت يعني تنفيذ على الأرض كأنه ما حلفوا الحظ. دكتور عباس بعدك معنا؟ فصل عندنا تعتقد طلع يعني ما كنا حابين كتير عن جد يطرح سؤاله، نعطي وقت ولا شو رأيك؟ ما في نصيب، تعبنا ضيفتنا اليوم أعتقد. لا بالعكس، أنا جدا فرحانة وسعيدة بهذا اللقاء، وعذروني إذا شوية كنت مرتبكة بعض الشيء. لا لا لأن بالعكس. الفكرة يعني جديدة علي. بالعكس بالعكس، شاكرين تواجدك معنا أستاذ جنان اليوم. أنا اللي شاكرتكم وأتمنى ألتقيكم. الله يخليك. ترى إحنا يعني نتضور يعني من الغربة، يعني كلش تعبانين ونتمنى نرجع اليوم قبل باكر.
الله كريم، ان شاء الله يوم ان شاء الله تزورون العراق عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله. نشكر التكنولوجي جماعتنا فيكم، من كافة الدول عن جد. لو ما التكنولوجي يا سيد جنان ما قدرنا اليوم نتعرف عليك ونستمع لك وترجعي بين اقربائك والمواطنين العراقيين كلهم سوا. انا بدي اختم هلا وبدي اشكرك لانه اعطيتينا من وقتك وتحديتي صعوبات الانترنت وقدمتي لنا محتوى كثير حلو، محتوى شكرا لكم، شكرا لكم لمعلوماتنا ولأفكارنا بعالم التصميم. انا بدي اشكر الحضور لانه اعطانا كمان من وقته وصبر معنا اول المحاضره وسمع لنا، للي شارك، ودكتور علي الحمداني كان شرف لنا نسمع لك اليوم بجزء كبير من محاضرتنا. الله يخليك. اسمحوا لي اشكر افراد سكولر اليوم على وقفتهم، بدي اسميهم دكتور عبد الرحمن، دكتور عثمان، استاذ بسيم، استاذ سامي، عن جد كنتوا دعم، كنتوا مثال لفريق هيك بيدعم حتى ينجح كل الامور والصعوبات. انا بشكركم لانكم موجودين سند وباك بون لنا. دكتور مراد بتشكر كثير هيدي الفرصه انك سمحت لنا نضوي على الفن ونضوي على الازياء. انا بشكركم وان شاء الله بنلتقى بمحاضرات ثانيه تغنينا ونتعرف على وجوه جديده. تصبحوا على الف خير. اهلا وسهلا، تصبحون على خير. انتم على خير، شكرا. دكتور عبد الرحمن عندنا شي رابط ننزله بالشات؟ اي اكيد هسه راح ينزلوا رابط. لو سمحتوا حضور عبوا كل شيء صح، كل المعلومات والبيانات حتى توصلكم شهادتكم، وموفقين. شكرا عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن. شكرا جزيلا، شكرا للجميع. شكرا جزيلا سجنا، شكرا للجميع، تحياتنا. يعطيكي الف عافية. اهلا سارة، هلا حبيبتي. لازم ناخذ مواعيد للتصاميم. يعني. وشكرا لكم، شكرا لكم جميعا، وارجو المعذره، ارجو المعذره انه قطع الناس. شكرا جزيلا لكم في فرصه افضل ان شاء الله. كنا حابين نسمع سؤالك دكتور عباس، يلا مره ثانيه بحالفك الحظ.